خبر مؤسف ورد إلينا صباح اليوم متعلق بقصة المزارع اللي سقط في بئر عميق بمحافظة المنيا. يعني هو أعلنه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وهو وفاة الشاب، طبعا هو أحد أهالي قرية عزاقة التابعة لمركز المنيا، بعد سقوطه في البئر بالظهير الصحراوي الغربي. وفي الوقت الحالي بتجرى عملية استخراج الجثمان ومتابعة المستمرة لتداعيات الحادث. المحافظ كان أصدر تعليماته على الفور إلى رئيس الوحدة المحلية والأجهزة المعنية للمحافظة، وبالتنسيق مع مديرية الأمن بسرعة التوجه إلى مكان الحادث، حيث تم الدفع بفريق الإنقاذ البري للحماية المدنية والدفع بعدد كبير من معدات المحافظة، من بينها 4 لوادر كبيرة وحفار دقاق وأيضا مولد كهربائي للمعاونة في استخراج جثة المتوفي. وتم اختيار النيابة العامة بالحادث من أجل التحقيق. كل هذه الجهود جاءت على الفور بعد تلقي غرفة عمليات المحافظة يوم الثلاث الموافق 2 إبريل الماضي 2024 بلاغ بيفيد بسقوط أحد الأشخاص ويدعى طه محمد عبد العزيز حسن، بيبلغ من العمر 30 سنة ومقيم بعزبة عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل دائرة مركز المنيا، داخل بئر بعمق حوالي 25 متر في زمام مزرعة أرض مستصلحة بالظهير الصحراوي الغربي، وتحديدا في قرية 8. طبعا زي ما هو ظاهر قدام حضراتكم على الشاشة، دي مجموعة صور للمزارع الذي توفى وتم الإعلان طبعا عن وفاته من قبل محافظ المنيا بعد سقوطه في البئر الذي تجاوز عمقه 23 متر. خلينا أقول لحضراتكم إنه يعني القصة بدأت بشكل يعني سريع وانتهت بهذا الشكل أيضا. هي حصلت يوم الاثنين الماضي بعد الفطار، كان المزارع متوجه إلى أرض زراعية في الظهير الصحراوي، وكانت طبعا الدنيا مظلمة في ذلك الوقت، وكان بيتحدث في الهاتف المحمول، وأثناء تحدثه في الهاتف المحمول سقط في البئر. طبعا هو ما كانش شايفه، فسقط في البئر العميق اللي بيبلغ عمقه حوالي 25 متر. بعدها تواصل مع عدد من مرافقيه عن طريق الهاتف المحمول، وكان في بينهم تواصل لمدة 6 ساعات، بعدها انقطع الاتصال بشكل رسمي. بعدها بدأت طبعا الأجهزة الأمنية تتحرك لمكان الواقعة، وأرسلت عدد من المعدات وعدد آخر من رجال الأمن ورجال الإنقاذ كانوا متواجدين في محيط البئر العميق الذي شهد الواقعة، علشان يحاولوا إن هم ينقذوا الشاب المزارع البالغ من العمر 30 سنة، ولكن يعني قدر الله حال دون ذلك، وتوفى المزارع صباح اليوم طبعا بعد ما اعلن محافظ المنيا هذا الخبر. خليني اقول لحضراتكم يعني ابن خاله المتوفي وبيدعى احمد عطيه حموده، بيبلغ من العمر 44 سنه وهو مقيم ايضا في نفس عنوان المتوفى بذات القريه، حيث تبين سقوط المتوفي اثناء ترجله بالقرب من البئر. ده طبعا الكلام اللي قاله، وده ادى الى انزلاق قدمه داخل البئر وسقوطه. تجمع الاهالي حول مكان الواقعه، وظل التواصل مع الشاب المزارع ومحاوله انقاذه منذ سقوطه يوم الاثنين في ساعه متاخره من الليل، وتم انزال حبل مربوط في هاتف محمول علشان يستخدمه الشاب المزارع في التواصل مع الاهالي، الا انه بعد ما تم رفعه ل5 امتار انقطع الحبل من جديد علشان يعود الى قاع البئر مره ثانيه ويتم طلب المساعده في عمليه الانقاذ. أجهزة الأمن وسيارات الدفع المدني والوحدة المحلية انتقلت لمكان الواقعة، ودفعت الوحدة المحلية بعدد من اللوادر للمساعدة في عمل حفائر حول البئر من أجل انتشال جثمانه من البئر. وكانت التحريات الأولية أفادت سقوط الشاب الذي يدعى طه محمد عبد العزيز في بئر مياه بعمق 23 متر في باطن الأرض، وجهد التعامل مع الواقعة، وأفادت أيضا أن المزارع البالغ من العمر 30 سنة مقيم بعزبة حامد عزاقة التابعة لقرية توخ الخيل بمركز المنيا، وسقط في بئر مياه جوفية ولكنه بئر معطل بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي. وأثناء سيره بالأرض الصحراوية عقب صلاة المغرب، ده طبعا كانت تفاصيل الواقعة. المعدات الثقيلة بتحاول في الوقت الحالي إجراء حفريات بمحيط البئر من أجل انتشال الجثمان في ظل وجود صعوبات لكون الارض صخريه، وترددت انباء طبعا خلال الايام القليله الماضيه عن وفاته، وتم تاكيدها النهارده من قبل محافظ المنيا.
وأكد كمان وأكدت الجهات المسؤولة إن المعدات بتعمل في الوقت الحالي على استخراج الجثمان، وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت النيابة العامة التصرف. يعني أعيد على حضراتكم سريعا مرة أخرى تفاصيل القصة من البداية. يعني يوم الاثنين بعد الفطار في ساعة متأخرة من الليل، كان المزارع متوجه إلى أرض زراعية في الظهير الصحراوي بمحافظة المنيا، وأثناء توجهه إلى تلك الأرض كان في بئر عميق، وهو بئر مياه جوفية. كان ذلك البئر معطل، يعني مفهوش مياه ولا يتم استخدامه أو الاستعانة به في أي شيء. وهو ماشي في هذا الطريق وكان بيجري اتصال هاتفي بأحد الأشخاص، سقط، انزلقت رجله وسقط في داخل هذا البئر العميق. حاول ان هو يتواصل مع مرافقيه وعدد من الاصدقاء او عدد من المحيطين به، ولكن تم الاتصال بينهم لما يقرب من 6 ساعات، وبعد ال6 ساعات انقطع بينهم الاتصال. خلال تلك الفتره كان في محاولات لانقاذه، ولكن هذه المحاولات يعني لم تكلل بالنجاح. الاهالي ارسلوا حبل الى داخل البئر علشان يطلعوه، هو قدروا ان هم يرفعوه لمسافة 5 متر فقط من عمق البئر البالغ 25 متر، ولكن بعد ال5 متر انقطع الحبل فسقط المزارع داخل البئر مرة اخرى، وتعرض لكسور كسر في الذراع وبعض الاصابات الاخرى. في الوقت ده طبعا كانت اجهزه الامن وصلت لمكان الواقعه، وتم الدفع بعدد من اللوادر والدقاقات وايضا المولدات الكهربائيه علشان تعمل في محيط البئر ومن اجل استخراج الشاب قبل وفاته. وطبعا اراده ربنا حالت دون ذلك وتوفى الشاب، ولكن بعد وفاته بيتم العمل حاليا على استخراج الجثمان من داخل البئر. هي وقعه ماساويه الحقيقه، يعني حصلت في محافظة المنيا. يعني نقدر نقول لأسرة الشاب المتوفي البقاء لله، ويعني ربنا يصبرهم. وأجهزة الأمن في الوقت الحالي يعني بتعمل بكل جهد من أجل استخراج جثمانه وتسليمها لذويه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يعني بنعرض على حضراتكم على الشاشة زي ما ظاهر قدامكم، دي اللحظات الأولى بعد سقوط الشاب داخل البئر، وكان الأمور بتسير على قدم وساق من قبل الأجهزة الأمنية واللوادر والمعدات الثقيلة اللي توجهت على الفور إلى مكان سقوط الشاب من أجل انتشاله من هذا البئر. البئر اللي ظاهر قدام حضراتكم دي صور ولقطات فيديو من داخل البئر، يعني واضح من خلالها مدى عمق البئر وايضا مدى ضيق يعني مساحة البئر من اعلى الى اسفل. وطبعا يعني كل هذه العوامل كانت بتمثل صعوبة كبيرة للجهات المسؤولة والاجهزة الامنية والوحدة المحلية من اجل استخراج الجثمان. يعني بئر عميق جدا بعمق 25 متر ويعني ضيق للغاية في منطقة صخرية، اذا ظروف صعبة جدا. ولكن على الرغم من ذلك يعني كان في جهود كبيرة بتتم من قبل الجهات المسؤولة واجهزة الامن من اجل استخراج جثمان الشاب الذي سقط داخل هذا البئر. طبعا هو الشاب اللي ظاهر قدام حضراتكم اللي بنعرض لكم صوره الان على الشاشة، ربنا طبعا يرحمه ويتغمده بواسع رحمته ويصبر اسرته على فراقه. طبعا دي كل التفاصيل والمعلومات الخاصة بهذه القصة، وهنوفيكم طبعا بمزيد من التفاصيل و التغطيات من شاشة تلفزيون اليوم السابع لكل ما هو مستجد في هذه القصة. بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.